السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل بقية الحل شيت 7. النهاردة هنحل المسألة نمرة 6. بيقول write function that takes the file pointer as argument and return number of characters on it. يبقى هو أنا دلوقتي في فايل ومكتوب فيه كلام، هو عايز ال number of characters اللي موجودة جواه. أنا هنا هو معرف فايل اسمه minders وكاتب فيه أحمد محمد. تعالوا نشوف أحمد محمد ديت كده كام حرف. 1 2 3 4 5، نسيب المسافة، 6 7 8 9 10 11 12، 12 حرف. يبقى أنا المفروض يكون موجود 12 حرف، تمام. تعالوا بقى نشوف البروجرام بتاعي. طبعا في الطبيعي بتاعي إن أي بروجرام فايل بقوم عاملها بقوم معرف فايل وبقوم عامل الفايل دوت أوبن على حسب بقى المود بتاعي. أنا هنا أنا عايزه ريد بس، مش عايز اي حاجه منه، تمام. وبعد كده هشوف لو الفايل دوت موجود هيكمل، لو مش موجود هيقوم قايل لي كانت اوبن، تمام. هيقوم بقى رايح، انا دلوقتي عايز اعمل الفانكشن بتاعتي. قمت معرف الفانكشن اسمها number of character، قمت بعتها file pointer 1 زي ما هو ما عايز argument، تمام. قمت قايل في الاول هعرف int i و num equal 0. num equal 0 ده اللي هيعدلي الحروف بتاعتي. i get c f1، هيقوم رايح يقوم جايب لي اول كاركتر في ايه، في f1. طول ما i not equal end of file هيتنيه في الوايل لوب. قمت قايل له f i not equal backslash n، طول ما i مش new line وفي نفس الوقت مش مسافه، عشان ما يعدليش ولا المسافه ولا يعدلي النيو لاين، هيقوم عامل لي ايه، هيقوم مزود لي num بلس بلس، وقوم بعد كده يقوم جايب تاني الحرف اللي بعد كده، تمام. بعد كده هيقوم ريتيرن النم. طبعا هقوم واخد الجزء دوت كده هوت كله واخليه فوق، تمام. بعد كده هيقوم قايل له برنت اف نمبر اوف كاركترز ايكوال او نمبر اوف كاركتر از برسنتج دي نمبر اوف كاركتر، وبعت لها اف 1. تعال نشوف كده الاوتبوت بتاعي. الاوتبوت بتاعي طلع 12. يبقى انا كده اهوت البروجرام دوت ماشي صح، وكده البروجرام ديت خلصت. ربنا معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.